في داخل هذه الخيمة برفح جنوب قطاع غزة، والتي بسبب العدوان الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للقطاع تحولت إلى مستشفى تستقبل الجرحى والمرضى، من بينهم الشاب أحمد أبو سلمان النازح من شمال القطاع المنكوب بعد أن أنهك المرض جسده الهزيل، ولم يجد في الشمال علاجا له فقصد الجنوب علّه يجد ما يخفف من ألمه. تبين أنه عنده مرض كانسر في الدم، واليوم إحنا كل يوم بنزيد تضخم الأوضاع عنده، عنده صار تضخم في الكلى، في الطحال، في الفكين من الجناب، تكتلات في تحت الأباط. وهذه بسنت طفلة فلسطينية لم تتجاوز 9 من عمرها، تعاني من مرض الثلاسيميا الوراثي، نزحت هي الأخرى بعدما باتت حياتها في خطر شديد. كنا إحنا بالشمال، فكانوا يركبوا لي إبر عشان أركب وحدة دم، فكانوا يغززوني بيدي فبيزبطنش، مرة ركبوا لي برقبتي وبجري غززوني فركبوا لي برقبتي وضل وحدة نص وحدة الدم. فأول امبارح جينا على الجنوب فصرنا ناكل حاجات وطبايخ وهذا. أكثر من 300 مريض بهذا المرض العضال يعانون أوضاعا صحية غاية في الخطورة جراء عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية. والله العلاج هناك صعب، وهناك يعني ما فيش أكل بالمرة، كانوا يدبروا حالهم يعني بشرابات خبيزة، أكل مش صحي يعني. فقبل يومين أجوا من الشمال نزحوا على الجنوب هنا. كل مرحلة من النزوح نلاقي صعوبة في يعني بالمستشفيات، ونقص الأدوية ونقص العلاجات، وجينا احنا هنا على رفح وعسبة انه احنا طلعنا من الشمال زي ما قالوا لنا الاحتلال، قالنا اطلعوا هناك أمان وهناك في علاجات، وفي جينا على الجنوب لا في علاجات ولا في أمان. المجاعة التي يحذر منها الجميع في قطاع غزة، قادة ومسؤولون أحد أهم أسباب تفاقم الوضع الصحي للمرضى هناك، فغالبية السكان لا يجدون ما يسد رمق جوعهم. مرضى غزة عالقون بين الحياة والموت جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحصاره الخانق، فلا لقمة خبز ولا علاج متوافر، أما المنظومة الصحية فلم تنجو من الاستهداف برا وبحرا وجوا. من رفح الفلسطينية، بشير جبر، هنا القاهرة عاصمة الخبر.